نورا حارس القدس يسلط الضوء على أبرز محطات المطران هيلاريون كابوتشي، وهو بتوقيع المخرج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في سوريا، وأيضا بطولة الفنان رشيد عساف وكل من الفنانات صباح الجزائري، سامية الجزائري، أمل عرفة وغيرهم. أما شارة المسلسل فقد غنتها الفنانة السورية ميادة بسيليس ولحنها زوجها سمير كويفاتي. أكيد اليوم رح نطلع أكثر على تفاصيل النص مع الكاتب المبدع السيناريست الأستاذ حسن ميم يوسف. يسعد صباحك أستاذ رمضان كريم. صباحي وصباح جميع المشاهدين وجميع الذين لا يشاهدون ويحرسون أمن هذه اللحظة ويقدمون لإخوة السوريين طعام خبز يومهم. أكيد. يسعد صباحك أستاذ. كنا عم نحضر مع بعض برومو مسلسل حارس القدس اللي بيسلط الضوء على أبرز محطات المطران في المولود أساسا في حلب لخدمة القضية الفلسطينية، جير مكانته الدينية. اليوم خلينا نحكي عن أهمية هذا العمل ضمن المشهد الإبداعي في ظل غياب يمكن الأعمال التاريخية ذات القيمة عن جميع الشاشات العربية. يعني بعتقد انه هذا العمل هو عبارة عن رد فني على كل ما تم ترويجه من رسائل يأس انه سوريا سوف تقسم، سوريا كذا. هو رد وتأكيد، تأكيد على ان سوريا الوطنية القومية المدافعة عن العروبة ليست في هذا الصدد، بل هي تعزز دورها وترسل رسائل ظن كثيرون من أعداء الأمة أن هذه الرسائل قد انتهت، لأن نتنياهو قال أنه نحن استطعنا أن نقضي على القومية العربية بقي الإسلام يعني. بالأخير هذا العمل أنا برأيي أنه صحيح أنه واجه مشاكل حقيقية حتى صار، يعني لأنه أنا انتهيت من كتابته ب 3/2/2018 كان المفروض ينعرض السنة الماضية، بس مع ذلك المشاكل هي ملح الحياة يعني. صحيح. يعني المشاكل، بدون المشاكل نحن ما بنتطور وما بنعمل شيء. أنا بعتقد أنه نقدم شخصية منيرة ومستميرة مثل المطران كبوجي، هذا شيء مهم جدا، هو رسالة في الأمل، رسالة في المقاومة، هو رسالة لكل المواطنين السوريين الذين وضعوا على الجرح ملح وتمسكوا بالإطار السوري الجامع اللي هو الهوية الوطنية السورية. نعم أستاذ حسن، يعني مثل ما قلت بما أنه طبعا حارس القدس هو رسالة أو رد فني على ما كان يقال، خلينا نقول أنه كمان كثير من القنوات الإخبارية اليوم أخذت المسلسل ورح يتم عرضه وخاصة على شاشة الإخبارية السورية كمان، من كل بنتمنى من الكل أنه يتابعوا. خلينا نحكي شوي يعني توثيق وكتابة هالشخصية التاريخية من المراحل الطفولة حتى عمر 94 عام ومرحلة السجن 12 عام كمان، كيف قدرت تفوت فيها ضغوصة تبحث عن وتشكلها بمخيلتك لا ترجمة على الورق؟ أولا يعني خليني أحكي لك كيف ولدت فكرة العمل. تمام. ولدت فكرة العمل عندما ارتقى المطران كبوجي إلى دار الحق، اتصلت بالسيدة ديانا جبور التي كانت مدير عام لمؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي بعد يومين بعتقد أو 3 أيام، واقترحت علي الفكرة. فأنا ذهبت ووضعت معالجة درامية خلال أقل من شهر وتم الاتفاق، وأنا اشتغلت عليه سنة وشهر إلا بضعة أيام. يعني طبعا رحت إلى حلب وقابلت من تبقوا من أهل المطران كبوجي، يعني شفت زوج بنت أخوه اللي كان مرافقه جدا السيد نادر المستريح، اللي قدم تفاصيل
في غاية الحميمية من حياة المطران، وشفت ابن أخوه أيضا رياض، وشفت كل الناس اللي كانوا على احتكاك فيه، ذهبت إلى الأماكن التي يرتادها. وبعدين أنا قرأت كتاب وضعه الروائي السوري الكبير حيدر حيدر عام 1979 بعنوان كبوجي، لأنه هو عندما أطلق سراح المطران كبوجي من السجن وذهب إلى روما، ذهب حيدر حيدر إلى روما وأجرى معه حوار طويل على شكل صدر على شكل كتاب. فيه الكثير من التفاصيل عن طفولة المطران وعن حياته وعن يعني معاناته في السجن. هذا كتاب كان مهم. بعدين في كتاب ثاني صدر عن دار طلاس، معظمه يعني كتبه المطران كبوجي، كمان وجدت فيه تفاصيل مهمة جدا. ولكن يعني الإنقاذ الحقيقي جاء من الزميل والصديق العزيز غسان الشامي، لأنه أنا اتصلت فيه يعني بعد ما شاهدت وقرأت كل ما كتب وقيل عن المطران كبوجي، ما اكتفيت، قلت له اتصلت بغسان، قلت له أنا، وغسان كان صديق له للمطران، قلت له أنا عندي مشكلة في المادة غير كافية، وأنا ما قادر سافر إلى روما أشوف كيف كان عايش المطران، لأنه بتعرفي نحن السوريين صار وضعنا بدنا معاملات مع الأسف يعني. فغسان الشامي قال لي أنه في اثنين عملوا اللقاء مع المطران كبوجي سنة 1979، هنين أنطوان فرانسيس وسركيس أبو زيد، والكتاب وعملوا منه كتاب شيء 500 صفحة تقريبا، ولكن كان المفروض ينشروه عام 1979، ولكن لأسباب يبدو أنه الفاتيكان كشف الكتاب، فطلب منه المطران كبوجي أنه ما ينشروه إلا بعد وفاته. فقال لي هنن عم بيفكروا ينشروه ب 2018، قلت له إيه، أنا بشهر 1 2018 لازم يكون مسلم وخالص. فاتصل فيهم الاثنين، وهي لحظة جديرة جديرة بالتقدير جدا، قاموا أرسلوا لي البروفة تبع الكتاب، يعني قديش فيها نبل وقديش فيها اهتمام بالقضية المشتركة واحترام لذكرى المطران. بعثوا لي الكتاب قبل أن يطبع، وقد استفدت منه فائدة هائلة جدا، يعني لأنه مليء بالتفاصيل. وهكذا يعني أنا كل شيء قرأته وسمعته ورأيته عن المطران كبوجي يعني ذوبته في قلبي، وبعدين كتبت العمل. تخيلت الشخصية، تخيلت مثل ما هي عم تنفذ. هلأ أنا أتوجس من فكرة الوثيقة التاريخية أو الشخصية كما هي. الفن وجهة نظر، صح. يعني هذا الرجل عاش 94 سنة، نحن أنا كتبت عنه مسلسل حوالي 1100 صفحة، يعني 24 ساعة، يعني بيوم كثفنا عمر طوله 94 سنة. بعتقد أنه هذا المناضل الكبير رجل الروح المطران إلاريون كبوجي، بعتقد أنه ممكن ينعمل عنه كذا مسلسل، صحيح. وكذا عمل من وجهات نظر أخرى مختلفة. لهيك ما قدم هو ليس يعني ليس كل ما لدى المطران، هو وجهة نظرنا نحن كصناع هذا العمل. مثل ما قلت يمكن صعب توثيق، مثل ما قلت 94 عام لشخصية دينية وتاريخية مهمة. خلينا نروح مع حضرتك ونشوف مشاهد من عرض مسلسل حارس القدس اللي يعرض على شاشة الأخبارية السورية. أنا قبل ما أجي قالوا لي أن الوضع المالي سيء، بس ما توقعت أن يكون سيء لهالدرجة. هاي غريب، انتوا كيف بتسكتوا على هذا الوضع الخطير؟ هذا بيدل على شيء واحد، انه اسم فلسطين مذكور من الاف السنين، والفلسطينيين هم اصحاب الارض. بطلب منكم من بكره الصبح تنظيم المظاهرات والنزول الى شوارع القدس مع الرايات السوداء احتجاجا على هالزياره. فلسطين عربيه،
ريحة الحرب معبية كل الدنيا. الحرب صارت أمر واقع. أنا مطران كابوتشي، المدرسة والكنيسة تابعين إلي ومسؤوليتي إدفاء أدرعيتي. ممنوع التجول. قول لرؤسائك الجثث مرمية بالشوارع، إذا ما دفناها راح ينتشر الطاعون بالمدينة. طمنوا يا جماعة، راح نعمل أي شيء ممكن لمساعدكم، بس أهم شيء هلأ ندفن الشهداء اللي بالشوارع. الله أكبر. نعم نورنا، نذكر كل مشاهدينا أنه حارس القدس يعرض على شاشة الإخبارية السورية الساعة 3 ظهرا ويعاد في الساعة 12. أكيد أستاذ حسن، خلينا نحكي كمان عن الاستشارة الدينية والتاريخية شاركك فيها يمكن الأب الياس زحلاوي، كيف كانت هالمشاركة والاستشارة؟ شو النقاط أكثر شيء اللي يمكن حاولت تستفسر عنها بحياة المطران كابوتشي؟ يعني هي في تفاصيل بتخص الطقوس، بتخص يعني العادات المسيحية. يعني استفدنا من الأب الياس زحلاوي، يعني أنا ما بعرف مثلا أنه المطران بيقولوا له ما بيقولوا له أبونا، بيقولوا له سيدنا مثلا. يعني في تفاصيل، مو أنه له مرتبة فقط، له صيغة خطاب. فكل هذه التفاصيل يعني نحن استفدناها، ولكن يعني اللي بدي اقوله فيما يخص النقطه اللي كنا عندها تبع التوثيق، هذا بيسالك عنه جميع الاعمال السير الذاتيه اللي انعرضت على شاشاتنا العربيه بعد عرضها، دائما في كثير من التساؤلات حول توثيق هي السير الذاتيه، في عالم تكون راضيه، في عالم تكون عدم رضا عند حاله، هي المساله ما ادت شوي هيك لمسؤوليه بالنسبه لك كثير كبيره وحالة هيك صعبة نوعا ما؟ هي في مسؤولية على فكرة، في حساسيات أيضا. صحيح. في لأنه المطران كابوتشي هو فهم حتى مقولات السيد المسيح فهمها بطريقة ثورية. يعني مثلا من ضربك على خدك الأيمن أحبوا أعدائكم، من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. هو فهم أنه أحبوا أعدائكم، نعم، ولكن لا تحبوا الشر الذي يقومون يقترفونه بحقكم. وقاوموا ذلك الشر. هو قال أنا لم أريد أن أنصح رعيتي بأن يحبوا أعداءهم كي لا أحولهم إلى قطيع، إلى مجرد ضحايا. فيما يخص التوثيق، أريد أن أعود إلى هذه الجزئية، أريد أن أقول أنه كل كلمة قالها المطران كابوتشي هي مأخوذة من شيء قاله أو كتبه أو يعني أو سلوك تصرفه. لهيك يعني صحيح أنه الفن وجهة نظر، ولكن أيضا المعلومات، أنا لم أضع أفكاري في فم المطران كابوتشي. أنا الأفكار المطروحة في هذا العمل هي أفكار المطران كابوتشي تماما، أنا صغتها. يعني احيانا تعرفي انه الكلمه المكتوبه احيانا تكون مكتوبه بطريقه غير سلسه، فانا يعني دورت الزوايا، جعلت وضعت الكلام في الفم بحيث انه الممثل لما بده يطلع امام الكاميرا، انه لما بده يتنفس حطيت له فاصله، لما لازم ياخذ نفس يعني لما بده يوقف حطيت له نقطه. يعني هذا هو دوري الأساسي أنا ككاتب سيناريو. أنا دوري في فكرة لهيتشكوك بيقول الدراما هي الحياة وقد اقتطعت منها اللحظات المملة. أنا اقتطعت كل ما يشوش على هذه الشخصية وحاولت أن أقدمها كما أشعر بها بقلبي أولا وبعقلي ثانيا. أستاذ حسن، يعني سنة وشهر كنت عم بتخوض معركة الورق والشخوص وحساسية هي الشخصية يمكن العظيمة اللي تركت أثر كبير كمان كشخصية مقاومة. خلينا نعرف منك شو النقاط اللي كنت متخوفة منها بكتابة طبعا شخصية كابوتشي، وخلينا نحكي ليش غايبة الأعمال اللي مثل هالأعمال اللي بتحمل القامات الوطنية، ليش غايب دائما الشخصية الوطنية أو اللي يمكن المقاومة لشيء الغلط؟ خلينا نقول فيما يخص الجزئية الأخيرة من سؤالك أنه ليش غايبة، أنا كاتب
أنا ما فيني جواب على هيك سؤال يعني صراحة، لأنه الكاتب هو أضعف حلقة في سلسلة الإنتاج الدرامي. يعني في شخصيات يعني كتير، هذا قصدنا دائما بنقول في شخصيات كتير، في روايات كتير، في 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 مواضيع كتيرة، ولكن الأمر يحتاج لمنتج، لأنه يعني الدراما السينما والتلفزيون هي فن وصناعة وتجارة. لأنه أنا مو معقول إنه أقعد أكتب يعني أكتب مسلسل 1200 صفحة وحطه عندي بالبيت يعني. صحيح. يعني بياخذ مني سنه. انا لهيك انا ما بكتب الا اذا كلفت. وبالتالي الكره موجوده عند المنتجين، عند الجهات الانتاجيه. انا بعتقد انه هيك اعمال ضخمه الناس بيخافوا منها، خاصه المنتجين تبع القطاع الخاص. يعني حتى المؤسسه الانتاج يعني صحيح انه المسلسل تعرفي قديش كلف؟ كلف 400 مليون ليرة. 400 مليون ليرة هدول ما بيطلعوا يعني ولا ما بينتجوا فيلم اجتماعي بسيط برا. نحن السوريين الفنانين السوريين يعملون بظروف صعبة جدا. يعني تصوري أنت مثلا أنه مسلسل مثل سقف العالم اللي يعتبر في وقتها مسلسل ضخم جدا، انه ميزانيته كانت المعلنه 3 ملايين، بس هي اقل بكثير من 3 ملايين دولار. تصوري انت مثلا التيتانيك او افاتار، تيتانيك كلف 300 مليون دولار. يعني مسلسلنا اللي طوله 30 حلقه كلف ما يعادل دقيقه واحده، دقيقه واحده من انتاج هوليوود. لهيك يعني نحن نعمل في ظروف صعبه، ولكن نحن نؤكد انه بلدنا حي ونحن احياء، وسوف نظل نحاول القيام بواجبنا الى ان ياخذ الله امانته. اكيد الله يطول بعمرك. تحية لجميع مثل ما قلت الفنانين السوريين، جميع الكوادر الفنيه اللي مثل ما قلت ضمن ظروف صعبه واستثنائيه، 9 سنوات من الحرب ما قليله، يعني تحت الضرب وتحت كل الظروف كانوا عم يقوموا بعملهم وعم يحاولوا يوجهوا رساله انه احنا مقاومين. وهذا اللي بدي اسالك عنه استاذ حسن، جميع اعمالك الى دائما ذكرى جميله في نفوسنا، مثل اخوه التراب، نهايه رجل شجاع فيها نفس مقاوم. خلينا نحكي شو اللي بيحرض قلمك اليوم ككاتب؟ الذي يحرض قلمي بالدرجة الأولى هو حبي للناس. أنا أعتبر الكلمة ضوء مرتد، ضوء راجع. أنا أصطاد ضوء الناس وأحاول أن أعيده لهم من خلال الكلمات، لأنه أنا فعلا أحيا بفضل الناس الطيبين الذين ساعدوني في حياتي الصعبة. يعني أنا تعرضت لظروف قاسية جدا بحياتي، عرفت الجوع، عرفت التشرد بالمعنى الدقيق للكلمة، بس الناس باللحظات قبل ما ضيع كانوا يسندوني. ولهيك أنا بعتبر عمري هو استمر بفضل هدول الناس، وأنا أكرس ما تبقى منه لخدمة هؤلاء الناس ولاكتشاف نبلهم. يقول لك هذا إنسان عادي، أنا بعتقد أنه لا يوجد إنسان عادي. كل الناس عندما تنظرين إليهم باحترام وحبة سوف تكتشفين أنهم استثنائيين. ولهيك يعني أنا لأني عشت من خير سوريا والسوريين، أنا يعني أريد أن أقول لهم من خلال كل شيء، من خلال كل التفاصيل، أريد أن أقول لهم أنه أنتوا أحلى، أنتوا أحلى من ظروفكم، أنتوا أحلى وأقوى من القهر اللي عم تعيشوه. انتو الامل، انتو الرساله اللي انتجيتها هذه الارض ووجهتها للبشريه كلها، لانه البشريه كلها هون كان المهد تبعها. لما اول حبه قمح زرعت في سوريا، اول نوطه موسيقيه كتبت في سوريا قبل ولاده، يعني السلم الموسيقي السباعي الذي ينسب لفيثاغورس كتب في سوريا قبل فيثاغورس بسبعة قرون. أول دولاب، أول أبجدية، يعني هذا البلد يستحق أن نعطيه أرواحنا ونبض قلوبنا.
وهدول الناس، هدول الناس اللي عم يصبروا واللي عم بيعانوا، هدول نحن من واجبنا انه نرفع ارواحهم. انا بعتقد انه اهم مهام الفنان ان يوقظ البطل النائم في الانسان العادي، وانه بكل بساطه انه يكتشف الوجه الاحلى بالناس. هلا في ناس بيقولوا لك انه الفن مرايه، انا بحتقر هذه المقوله جدا، لانه المرايه اداه عمياء. الفن الحقيقي بيورجيك روح الانسان، بيورجيك الشيء اللي ما ممكن حدا يشوفه، اللي هو الزمن، البطل المطلق لكل ما يجري على هذا على هذه الارض. الزمن ممكن بالفن انت تخلي الانسان يشوف الزمن. لهيك انا بعتقد انه الفن رسالة. نعم نعم رسالة. لما كتبنا مسلسل إخوة سقف العالم، كرمنا المفتي، مفتي الجمهورية العربية السورية، قال هذا المسلسل ليس منتج فني فقط، هو رسالة. صحيح. وحقيقة يعني بعد منا بشي كم شهر جامعة كوبنهاجن عملت ورشة، يعني عملت ندوة دولية عن مسلسل سقف العالم، ودعونا، دعوا الأستاذ نجدت أنزور ودعوني أنا، رحنا لهونيك. فلما رجعنا كتبت له زاوية للمفتي، قلت له وصلت الرسالة يا سماحة المفتي. أنا بعتقد أنه مهمة الفن ليس أن يعبر للناس عن بؤسهم وتعاستهم ويعلمهم كيف يسرقوا وكيف يفكوا الخزنة وكيف انه كيف يستخدموا المسدس ويقتلوا. لا، انا انتمي لمدرسة اخرى، وما بعرف، الفن وجهة نظر بالاخير، يعني انا وجهة نظري لا تلزم احدا سواي. نعم. استاذ حسن، بما انه عم نحكي عن الفن والفن لازم يكون رسالة على القليلة توصل للناس، لكل الناس بكل الشرائح، وخاصة الناس البسطاء أو الناس اللي فعلا بكل مكان مثل ما قلت هن مقاومين وأبطال بالحياة، يمكن ما بيعرفوا هذا الشيء، لما يحضروا يمكن أي قصة تفيق عندهم أو يستيقظ عندهم هذا البطل النائم مثل ما قلت. طب خلينا نحكي اليوم، كيف عم تشوف واقع الدراما السورية تحديدا ككاتب وسيناريست؟ أنا على فكرة اليوم اليوم كان لي حديث بإذاعة سوريانا وحكيت عن هذا الموضوع، وأنا ما بحب التكرار، بس مع ذلك نحن ما سمعنا اللقاء بس حابين نسمع وجهة أنا بعتقد أنا بعتقد أنه الدراما أصيبت بجراح ورضوض الدراما السورية، يعني وتأثرت كما ونوعا، يعني كما نحن كنا ننتج بين 40 إلى 50 مسلسل بالسنة. السنة في عندنا 8 مسلسلات فقط، هي كمان نوعا بكل بساطة بسبب الحصار الظالم الذي تفرضه الفاشية العالمية على سوريا. يعني حتى المسلسل الدرامي السوري يتعرض لحصار. صحيح. لا يعرض، يعني مثلا انه مسلسل حارس القدس خارج سوريا لم يعرض الا في الميادين. صحيح. وفي الظفره الاماراتيه. هذا الحصار بتعرفي انت، راس المال جبان، راس المال مشهور، خاصه راس المال الخاص، يعني هن بدهم يشتغلوا شغله يضمنوا انه الفلوس تبعهم ترجع لهم. هي اسباب، بس انا بعتقد انه قناعتي انه الدوله يجب ألا تترك هذه الصناعة فلتاني، لأنه بكل بساطة أنا كصحفي عشت قضيت أكثر من 30 سنة في جريدة تشرين، إذا بدي أعمل جريدة لازم جيب رئيس تحرير له خبرة كذا وسكرتير تحرير ومحررين، ولازم حط طب يعني ليش متروك الانتاج الدرامي هيك فلتان بس اللي معه مصاري واللي بيحب يشوف الممثلات والممثلين قادر ينتج. لازم كل شركة انتاج يكون إلى مجلس استشاري، هيك قناعتي، مجلس استشاري. صحيح رأس صاحب رأس المال بيكون له صوت
مضاعف، ممكن يكون مثل رئيس لجنة التحكيم، إله 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 صوتين، ولكن بنفس الوقت لازم يكون في خبراء ناس. وأنا بقترح أن الدولة نفسها يعني تدعم الأعمال، بحيث أنه مثلا إذا إجا واحد فنان عنده مبلغ محدود وما قادر ينتج مسلسل، الدولة إذا عجب النص، إذا عجب المسلسل بتعمل له دعم. هاي طريقة معتمدة في إيران، أنه بيدعموه ماليا وما بيستردوا المبلغ منه، هذا يعتبر دعم للقضية اللي عم بيعالجها العمل. هناك أفكار كثيرة، أنا بعتقد أنه نحن بحاجة أنه نعطي الدراما حقها، لأنه الدراما بالنسبة لسوريا فعلا كانت جبهة حقيقية دافعت عن سوريا في 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 الشارع العربي. يعني انت وين ما رحتي بالوطن العربي الناس بيفهموا اللهجه السوريه والناس بيتعاطفوا مع وجهه نظر سوريه. ونقلت الصوره في ظل الحرب اللي نحن عشناها، نقلت الصوره، يعني الدراما السوريه كانت تعرض على الشاشات العربيه في ظل الظروف الصعبه اللي عم نعيشها ليعرفوا حقيقه الواقع الموجود في سوريا. نحن كثير سعيدين بوجودك اليوم الكاتب والسيناريست حسن يوسف على وجودك معنا، ان شاء الله بنستضيفك بعد انتهاء عرض مسلسل حارس القدس وبنحكي عن اصداء هيدا العمل. شكرا كثير لك. شكرا لكم، تحياتي لكل المشاهدين، كل عام وانتم بخير جميعا. كل عام وانت بالف خير وعائلتك بالف خير، وشكرا لوجودك معنا.